مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم لعدد جديد من برنامجكم الأسبوعي والتفاعلي على قناة زير تي في فنكم. ضيفتي اليوم فنانة شاملة، ممثلة ومغنية، وبعد غياب طويل راح تطلع عليكم اليوم من خلال برنامج فنكم، أسماء جرمون. مساء الخير ومرحبا بك. يا مساء النور عزيزي، مساء الخير على مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نكونوا ضيوف خفاف عليهم، وشكرا على الاستضافة. ربي يخليك، انت اليوم شرفتينا. انا بصح راني متاكد اليوم كل واحد راه يشوف فينا راح يقول ياه اسماء جرمون، عندنا بزاف ما شفناهاش. وراهي اسماء، اسماء بلا غير دائما واجده هنا ومتواجده دائما، تلقاني دائما في الافراح والاعراس العائليه مواجده، يعني دائما حاضره فيهم. يمكن كاين نقص شويه يعني فيما يخص الانتاجات، سواء في الغناء أو في التمثيل، يمكن نقص يمكن في الحفلات، ولكن باش نقول لك أسماء يعني غابت 100%، لا ما غابتش 100%، ولكن إن شاء الله نقولوا عودة ميمونة. عودة ميمونة ومرحبا بك. وأنا متأكد أنه جمهورك الكبير هو فرحان اليوم اللي جبنا أسماء جرمون، صح كاين شوية غياب. أنا حبيت نعرف غياب ولا تغييب؟ لا لا، مش تغييب، ما نسميهش غياب، نقول لأنه كل الناس عارفة أنه بعد زواجي مباشرة كانوا عندي آدم وأكرم، ربي يحفظهم إن شاء الله يطول عمرك. دونك يعني ولادي حقهم، يعني كان واجبي أني نقوم بهم، أنهم ياخذوا هذيك الفترة تاع الأمومة تاعهم، يعني لو مامو مهمتهم، يعني حقهم. كان لازم اون بو با فير تو على فوا، ما نقدروش نعملوا كل شيء. كان لازم نخير، يا يكون فيه إنتاج وأسمة تكون حاضرة، ولكن يكون فيه تقصير من جانب عائلتي. لا، هما صغار ما منحقيش نعمل هذا الشيء، مع أنه جمهورنا أسمة دائما متواجدة معه، يعني الحمد لله نقوله في الأعوام الماضية أنا ما قصرتش مع الناس يتحب أسمة، ولكن الناس كلها تتفاهمة، يعني المرأة بصفة عامة لما كما نقوله إحنا تنجب وكذا، يعني فترة نقاها بعدها كي كبروا شوية دركا أجي ياخذهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين، الله يرزق كل بنت إن شاء الله يا رب العالمين، لا يحرم إنسان من هذه الفرحة. يعني إن شاء الله، رغم هذا الشيء يعني ما وشح يعطلني كتير، مشي كما في الأول كانوا توأم ما شاء الله، درك صعبة، يعني نقولوا الحمد لله نقولوا بالعقل إن شاء الله بإنتاج. راح يفرح اليوم جمهور إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يكونوا في المستوى، نتمنى يكونوا عند حسن الظن فقط. وهذه الحاجة مليحة أسماء، أنه قدرتي تصنع من نفسك اسم مهم في الساحة الجزائرية، الحمد لله، وتان قدرتي أنك تكوني يا ربة بيت.